خط مترو كييف سفيتوشنا برافارسكي الأحمر هو أول خطوط المترو المنشأة في أوكرانيا وأكثرها ازدحاماً. محطته تجذب أنظار السياح ويسعد المرشدين السياحيين الحديث عنها. الحكاية عن مترو العاصمة لا تنتهي، والذاكرة تبقي على لذتها بالاستماع لقصص من مر على هذه المسارات المشيدة تحت الأرض. لم يكن المترو بالنسبة لي موضوعاً للدراسة التاريخية بقدر ما أردت التجول فيه كزائر فضولي يشاهد ما لا يقدر الزائر العادي والراكب البسيط مشاهدته عبر الأنفاق المظلمة. ولكن هذا الفضولي اللاهث وراء الجمال والأسرار تحول منذ فترة بعيدة من فئة المتطفلين إلى صفوف أولئك الذين ينزلون إلى أعماق المترو بشكل قانوني. وها هو اليوم يشاركون ما في جعبته بكل سرور ومتعة. كييف لم تكن مثل موسكو ذات القيمة الاستراتيجية الفائقة، فهنا لا توجد أنفاق سرية للمترو، رغم أن السلطات السوفيتية استطاعت أن تفعل شيئاً من هذا هنا. فهذا المترو كان ثالثاً في الأهمية الاستراتيجية لدى الاتحاد السوفيتي، ولذلك بنيت 10 منشآت لأغراض خاصة نجح معظمها في البقاء حتى يومنا هذا. أطلقت في نوفمبر 1971 في كييف 3 محطات مترو في وقت واحد، هي جوفتنيفا المعروفة اليوم ببريستيسكا ونيفكي وسفيتوشنا التي أعيدت تسميتها بسفيتوشن. انحرف المترو لأكثر من 4 كيلومترات باتجاه الضاحية الغربية للعاصمة، حيث شيدت الأحياء السكنية بنشاط وافتتحت المصانع الضخمة. لكن افتتاح الجزء الخامس تأخر سنة كاملة بسبب صعوبات طرأت أثناء شق الأنفاق وعدة أسباب أخرى. بني مترو كييف في الأساس على أن يكون عميق الكمون تحسباً للتهديدات النووية والحروب وغيرها، وجرى ذلك أساساً في طبقات الصلصال القاري وشيد من الإسمنت المسلح. ولكن التجربة تبينت لاحقاً أن هذا الكمون العميق للمحطة غير مجد اقتصادياً ويهدر الوقت في السلالم الكهربائية. Такие глубокого заложения станции, они экономически нецелесообразны. Это дорого стоит, и эскалаторы, и время люди теряют, и так далее. لا يعلم الركاب المتنقلون من محطة شوليافكا باتجاه سفيتوشن كم كان تشييد هذا المقطع مثيراً، وكيف تعامل مع الفرق القياسي في الارتفاع بين المحطتين والذي بلغ 95 متراً. ولهذا السبب تحديداً تصم الأذنان فجأة، والسبب هو اختلال الضغط الجوي. أنشئت سكك المترو بالتوازي مع جادة بابيدي والتي حملت في ذلك الوقت اسم بريسليتوسك، وشيدت محطات هذا المقطع بالطريقة المفتوحة. كان من الممكن في أواخر ستينيات القرن الماضي مشاهدة الحفر الضخمة والمعدات المتناثرة حولها من نافذة الحافلة أو الترام، في حين أنه من الصعب معرفة التقنيات التي استخدمت حقيقة. طبقة التربة السطحية في كييف في معظمها من التربة المشبعة بالمياه، وليكون من الممكن بناء النفق دون عوائق، كان يجب تحويل هذه الأرض العائمة المشبعة بالمياه إلى تربة متماسكة أشبه بالصخر تقريبا. للقيام بذلك يجب تجميدها ومن ثم حفر الآبار التي تحقن بمادة مبردة كما هو الحال في البراد، وبواسطة هذه المنظومة المتكاملة جمدت التربة، وبعد أن جمدت بدأ الفريق بأعمال التشييد. لم تعد اليوم منطقة نيفكي ضاحية لكييف، وهي التي اشتهرت قديما بالمزارع وخضرة البساتين والغابات وتحولت اليوم إلى حي كبير بدأ تشييده بنشاط في ستينيات القرن الماضي فوصل المترو إليه. سميت المحطة في البداية شيرباكوفسكا لأن الشارع يحمل اسم شيرباكوف،
فالمهندسون المعماريون ينظرون بشكل مختلف. هناك من ينظر إلى الوسط التاريخي ويطلقون الأسماء من هذا المنطلق، ويعتقد الآخرون أنه من الضروري تسمية المكان جغرافيا حتى يفهم الركاب إلى أين هم ذاهبون. فليس الجميع على دراية أن هذه المنطقة سميت في الماضي نيفكي. عشية الافتتاح رأت السلطات أن التسمية غير صحيحة ويجب النظر إليها من منظور تاريخي، فبدلوا الأحرف على وجه السرعة وانتزعوا التي علقت سابقا. نيفكي محطة قليلة العمق مبنية على الأعمدة ومجموعة من العناصر الخرسانية المعززة المصبوبة مسبقا. يصادف هذا النوع من المحطات بشكل كبير في مترو جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. تسمى أيضا مجازا M44 لشبهها بالحشرة الحاملة نفس الاسم. وصلت قاعة المحطة تحت الأرض ومنصات الركوب من كلا الجانبين بواسطة أدراج بالردهات الواقعة تحت سطح الأرض، دون أن تكون هناك ردهات سطحية، حيث يجري الوصول إلى مداخل ومخارج المحطة فقط من خلال ممرات موجودة تحت الأرض. هذه أبسط المحطات من حيث التصميم، ففي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي نشأ توجه معادل للتفخيم المعماري. ورغم صفة الاقتصاد الشمولية حصلت نيفكي على وجهها الخاص، وربما يعود فضل ذلك إلى مشاركة باريس بريماك في تصميم المحطة، الشخص الذي كان رئيس المهندسين المعماريين في كييف. فيها زخرفة فريدة وصحون خزفية مثيرة على بوابات جدران السكة، صنعت في نفس الاستوديو الفني الذي أنتج الفسيفساء السيراميكية لمحطة خريشاتك. نيفكي مكرسة أساساً للمنطقة الخضراء القريبة، حتى لون الأعمدة ولون جدران السكة أخضر، ولهذا دلالة رمزية. صممت محطة نيفكي منذ البداية لتكون نقطة تبديل للوصل مع وسائط النقل العام السطحية العاملة في اتجاه المناطق السكنية. هنا وبالقرب من شارع النصر تجاورها منطقة خضراء كبيرة تحمل اسم حديقة نيفكي، وهي تضاريس تاريخية متقطعة بالوديان. تدفق هنا منذ أكثر من قرن نهر سيريتس العميق، وبنيت عليه السدود وطواحين المياه في تلك الأيام. هذا هو يبدو كجدول عادي مقيدا في الخرسانة يفر في بعض الأماكن هاربا إلى تحت الأرض، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. تبين أن مشيدي المترو اصطدموا بدهاء نهر سيريس عندما كانوا يشقون الأنفاق باتجاه نيفكي، حيث أجبرت المياه الجوفية الوافرة والينابيع الكثيرة المصممين على اعتماد حل فريد، ما أدى بالنتيجة إلى اقتراب الجزء الرابط بين محطة بريستيسك الحالية ومحطة نيفكي من السطح. المفاجآت الموجودة تحت الأرض هي الأسوأ، وخصوصا إذا ظهرت مشكلة مع بقعة جيولوجية مجهولة. قبل البدء بأعمال التشييد يكلف الجيولوجيون والحفارون بحفر أبار على طول المسار المستقبلي للمترو، ويضعون خريطة تبين أنواع التربة والمياه الموجودة. مدة جسور المترو عبر مختلف الحواجز الطبيعية في الكثير من مدن العالم، وهي موجودة في كييف أيضا، مثل جسر المترو والجسر العابر لقناة روسانفكا والجسر الجنوبي، ويجري بناء تقاطع بادول فاسكريسينكا الذي سيسير المترو عليه أيضا، وهو أيضا جسر للمترو، إلا أنه مسقوف موهت أنفاقه لدرجة أن المرء لن يدرك أبدا أن آلاف الركاب يمرون يوميا عبر هذا الهيكل الخرساني. حتى لو سألنا معظم الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة لن يعرفوا شيئا عنه إطلاقا. عرفت أنا به في عام 2006، حاولت على مدى عدة سنوات أن أصل إلى الداخل، وصلت في نهاية المطاف وشعرت والحق يقال بالخيبة، لأنه يبدو من الداخل تماما مثل أي نفق مترو عادي. ليس هناك شيء مميز، لا يوجد هناك أي هياكل مساعدة للحفاظ على سلامته، ولا توجد أي تعزيزات إضافية، لا شيء، نفق عادي من النوع المفتوح 5x5 فقط. تتقاطع جدة بابيدي في هذه المنطقة تحديداً مع السكة الحديدية المسمى خط سكك الحديد بتروفسكا أو نصف الدائرة الشمالية. مدت في وادي نهر سيريتسكي قبل 100 عام، تمر من خلال كورينيوفكا وباتشانا باتجاه ميناء النهر الحالي ومن بعده إلى دارنيتسا. يمر من فوقها مباشرة نفق المترو،
واحد باتجاه وسط المدينة والآخر في الاتجاه المعاكس. لا يوجد هناك أي شيء يدل عمليا على أنك موجود على جسر مترو. حتى أن سائقي المترو يتناقلون الشائعات حول أن هذا المكان توجد فيه نوافذ بين النفقين، وهو جسر المترو تحديدا، بينما هذا المكان حقيقة أبعد من ذلك وأقرب إلى محطة نيفكي. الأنفاق هناك منفصلة تماما ولا يوجد بينها أي نوافذ. توجد صور تاريخية لأعمال التشييد وحتى أفلام موثقة عن هذا الأنفاق المارة فوق السكك الحديدية. مر المترو من هنا في عام 1971، وظهر قسم جادة بابيد المؤدي إلى سفيتوشن بعد 10 سنوات من ذلك في أوائل الثمانينيات. عبقرية الفكرة الهندسية لجسر المترو المغلق لا تكشف عن نفسها أبداً من الخارج، ولكن إذا اقتربت أكثر حتى أسفل خياشيم الجسر ستسمع بوضوح وستشعر بعبور القطارات داخل النفق. هذا أول الجسور المكونة من طابقين في كييف، وهو جزء من بنية معقدة حيث لا يمر الآن في هذا المكان طريق واحد بل طريقان اثنان، فينقسم الجسر فوق السكك الحديدية إلى جزئين مكونين لجسر المترو نفسه، الجسر الذي كان موجوداً هنا من قبل تشييد المترو بكثير، والجسر المار فوق سكة الحديد والمسمى هافانسكي. لماذا يسمى الجسر هافانسكي؟ لأن ميناء المدينة كان هنا، وبالتالي البضائع والرمال والطوب وكل شيء يمر من هنا، أي شيء يمكن نقله نهرا. وبالطبع لم يعد هذا النقل المائي موجودا كما كان من قبل، ومع ذلك ينقل جزء من الشحنات إلى الضفة اليسرى للنيبرو باتجاه محطة قطارات دارنيتسا، لذا يمر قطار الشحن من هنا كل 15 دقيقة. على منصة روبيجيفسكا بالقرب من جسر المترو يتوقف حالياً القطار الكهربائي ضمن المدينة. هكذا يربط الخط الدائري أحياء المدينة البعيدة ببعضها، ولكن من الصعب أن يتمكن من تخفيف حركة الركاب المتزايدة في مترو كييف. وزع كل شيء بشكل جيد لتوفير الإقامة المريحة لمليونين ونصف مليون شخص. لم يكن أحد يعلم بحدوث هذه الطفرة الديموغرافية وأن نصف البلاد ستنتقل إلى كييف للعيش فيها، في حين يتطلع النصف الآخر للانتقال أيضاً. لذا لم يصمم هذا المترو بالطبع ليستوعب كمية الناس الموجودة حالياً، ولكننا نلاحظ اليوم أن كل شيء بني ببراعة. الرجاء الانتباه، الأبواب تصد الآن، المحطة التالية هي